رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. ويوم صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مسلم في سفره ابن عباس قال ابن عباس ديس بايمر ور الله عليه الصلاة والسلام شا كمير شا مرخي بطاك اوه كمير شوال ابو شا كمير شوال بايمر اما مرخي بطاها قستنا كمير شوال بايمر عليه الصلاة والسلام هند الجحا جبر الملك سانا غوشا قيت ور إذا مرخي بطا سن ديلا كمير شوال قيت شوال صوي ودر ديل الجح مرخي بطا عليه الصلاة والسلام إمام نوس ألو في هذا الحديث فوائد منها إمام نوس ألو في حديث كحويش مو بيان عزم جوده صلى الله عليه وسلم بيمر جوه كمير سكالن إشتا قهدو استحباب سنة دقة كمير شوالشن كي سوالا كمير شوالساني مالخي بطايل إكثار جود في رمضان أي بوصبناخ أنا خاد يشتا كدو كمير شي بوت بو قنخيت من بوت خلر ترى هر مالخي بوتا إشتا دال هر مالخي بوت من بوينا ووشن قنخيت من خلا ووشن قنت دولار إشت كمير شي بوتا بين دال دال شاق نخيت من ورشولا سوشي كوميرشال ثاني بوصب ناخا جورتك الحرب وخي يلسمون جوارشا بوت بويا إشتا شيط نشا بعد وقت بوت بويا فضل تفطير الصائمين دوزل بيوتر دويا مارخ قوبش بوش ناخنا إشتا إمارخ دوستيش بوش ناخ دوزل بيوتر دويا إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغه وربما قال حتى يشبع رواه إمام الترمذي وحسنه إمام الترمذي سديس الحديث عن قعدو ديل إرشد الله صلى الله عليه وسلم مرخ قاب شو سجيك مرخ دست تبوش ناخن شو حملك شرمدو تيربوغا تغوات دعا ديش إمارخ دوش شو سج وزلت وتمارخ دوست تشبوش ناخن شو ها دعا ديش ملك شرمدو إز مرخ قاب شو سج وزلت إيش دعا نشتيش خدو ملك سينا ديل إرشد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما ديال اجر الله كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا حديث امام الترمذي سيسن ديال اجر بو ما راح دست تمر سغنا از يال خير مايو اي ما راح لاكس مر سغنا وش يال لا تاع اتنا ايش ما خير بوش ايش تتقولوش تكود الله ايل نافشل الاسلام سا وزل تنجا ميت نحا سنا ما راح قبل يوصل يال خير مايو ومنها أن صدق الدليل الإيمان دليل بخ بقونا السجي إيمان دو صادق شو السجن صادق شو سجنا بخ بقالج أيمة دينا خير برشة سن ساق بعند برش قالج أيمة دينا والصدقة برهان على بيمر صلى الله عليه وسلم معناه صدقة الحجة على الإيمان فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقد فمن يتصدق يستدل بصدقته على صدق إيمانه والله أعلم منافق سجن سلا بو كوميرش خل أما بوسب سجن كوميرش خل لا تقالج قيمة دينها بوخ خر بوسنا وتشا دقة نور ساخ أي ساخ نور كلا حواق ويقالج قيمة دينا ومنها أن تداوى أمراض القلب والبدن قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاتكم بالصدقة رواه ابن الشيخ الأصبهاني وحسن الألباني قال ابن القيم وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلب وصلاحه وتقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب بل متطبب قاصر ذلك أشتغل صلى الله عليه وسلم شيطانكش بوشناخا درب لخيل أشاء ساغن قلاني سادق قلاني تونغش بوش ناغن تير إيدي تندو ابن الشيخ اسبهاني سأي حديث تين حديثتو إمام ابن قيم سبو نقاسن درب ليلو شو سقولا إتو درب ليلو چخينها وس دقي حوليك تعشتو درب ليلو شو لا إذا خالح إذا الور إيش ملاروي ليورا ليل دخو شو لحتس سن دقي حالك حجبز خلزشتو تيا شين خورن بنا تيا سيويش تغمشت ألاتسة تيا توشين نيخ إنو عشت ألاتسة تيا نامي مقيا عشيش وتيا إذ نيخ إيو غزلو يتيا توشيت إدي إيوز الشيق سن دير أقري حلق بوغا سو إيلم سقو أقري حلق دوك تو ديت سن بوغ تقا ديخ تولو طنو با سن دي إيو غزلو تو دوشتن هم بودو ساعة دوك ويما آل رف إنا قا سن حلق ديون إذا درب ليلو شواتسا حا دوك تو دينا تخ إيش ملارو قنو با لور غيل دو قمتنجا لور دو شواتك إساق سغيل دو أتساقي إساتو ديبو
ومنها أن تدفع الأعداء. قال يحيى عليه السلام. يحيى بيمس الله عليه السلام أتساغ موسقخ كل حروق كلا. موسقش أطولا بيشساغدو موسقخ كل حروق كلا. فكر واحد ملاح نجحسن. وأمركم بصدقة الله بيمر يحيى عليه السلام. زكريا كان تقص. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموا ليضرب عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. رواه الترمذي وحسنه. وصححه الألباني. في حديث ذكر الله إمام ترمذي حديث جحموبه ديل ألجو يحيى في المصباح شاشك عمر دشن جكتشك با بوصل بوتشاك شاشك عمر دكشن ساغن هم بولش يا ساغن الجحا إساغ علوش دلحا تر دو إزبو حان أختر تقخ تر دو إزبو كروغن وش تقخ كسناغن كروغن وش تقخ تر دو إزبو وتساغو كل حواق با إيه كسناغن كروغ جحي كيكش دعد يخ كتارة سن كورت باق بك إبا أما إيه كل حواق دا كدوان الجح سو دل لوش دل ساغ دق إبو كيزيك دلح إز دوق دلح إساغ سو لوش دل وتساغو كل حواق إبو إتس مصدق شو كل حواق قرر إشتا وتساغو كل حواق بو مصدق إشت إمام ابن قيم سبوه فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجئ أو ظالم أو من كافر. إمام ابن قيم سبوه وتساغ جوخ أسر يقون كل شبه تامشي أسر خلقونه إبوخ شبه بالا يخطوه بو إتساغنه إبالا خلي لبو تبي أنه فاجر سجد ديوخ سجد إبي أن بالا خلي لإز ظلم سجد إبي أن بالا خلي لإز يكس سجد إبي أن بالا خلي لإز تيرسان ده قربع دورش وتساغي ثاني وتبال نخر إناخ كير حلبوه بعدها. إشت فإن الله تعالى يدفع عنها البلاء أنواع البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصة وعامة هرهم دوش دقونا بصب نانا كس نانا ساغو أدن كير حلبوه إبوش بوش بال نخر إلي تبي أن بوش بال نخر قاستن بوش نانا خوش دويزة أحقا ملوش نانا خوش دويزة وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا دق دول أدم لات بوك اعتارة وجه كم بيقن هم دق إز ساغنو أدم كل حد وقت بصر بخلي الإز يكس خلي الإز. ومنها تصديق بوعد الله لا بوعد الشيطان ساد قربدون أجاه حط يشت خلال دقون بوخ وساد وقت ولا ها تين اخت يشت خلال دق الله بوخ جنسي شيطن بوخ خط دو أل حط يشت خلالي الله بوخ قرآن جوا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. سورة البقرة جوا الله أصحاب الدرس شيطن وشجع أهون شيش دوسة أشساغن هم لا مسكل بيكل تدور دشن بيخدي دوش دوسر دوش بو شيطن إيهم شدوس شيطن قهودوس ويأمركم بالفحشاء بيوخر اللي يبو شيطن ويدوس وسوسوه نوشي نشوان شيطن والله يعدكم مغفرة الله سأش ساعد جخين واش جيش سدوشن بار الله سيدوشن جاغون شاش دوش الله من هو الله اگر جيش دردو وفضل كورمتل رزق سودا قرخ دوشن بو اش ساعد والله واسع الله مو اش رزق سودا قر اش جيش در سودا قر الله كرم مدر واسع شلال سن بوش شدرگي. قال إمام القيم سؤال والله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة الله سحونا عسادر جا جيش در سودوكم جيش در لون دار سودوكم إدارة هون دار جاون يشبوكم شاهم بيتر مدو إز دنيا جوا أسر خرمه يونسنا بو خرمه بوان دنيا جوا إشت يد آخر تح دنيا جوا شيء إتعني خلته بهم بقى. وقال تعالى إشت الله سأل الله ويجا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. الله سبوق ويقولان جوا إش منو تحديخني دوخك ديل شيء دوا أو نذرتم إش أو غني ديل شيء دوا من نذر فإن الله يعلم الله مو خوش وجا أشين وجاو أش دخش لو إيزك وما للظالمين من أنصار طولا بق صدا موات هنا ظلم دايشنا صدا وات بو الله إشت سورة بقرة حقن دي إمام ابن كثير سبوخ قيتا بيش أسن تفسير مش آية أي مهما أنفقتم أش ميال شرزق دوخ كها من شيء شندال دل شو رزق أش دوخ كها
فيما أمركم به دارش أمر دين شوف الشريط نوركا وأباحه لكم فهو يخلفه شين دار ما دين شوف الشريط نوركا أخشون دار هدوء دار شريط قشت يحدث شن سو دوك شن بو دار يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب الله سه شن دنيا شو حريت سو دوك شن بو شريط بعندوش أش دلو آخر تعيال سو دوك شن يولا ها سو دوك قدوش بو دار وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعف له أضعافا كثيرة سورة البقرة شعبوا الله سا من ذا الذي منو تيخشوخ الله يخلو كريس وردوش كريديت أوقوي حان الدوش بو كريديت دوهر دا بيوسا قويقا منو شغل وردوش الله إشت أصحاب من هالآية مخزيها ود وقنا شيء هو سمنينك الله شاء الله هن كريديت دوال شيء بيش شيء داخل نتعدل وال شاء الله هن بقى حوالش فينك خلا تمر خلا خرم خلا يبقى حوالش خلا تمر دوز الخوتش قال وحي الله إذا الله هن عيل مغسيا أسكي بر إيمان حال ديال قيت محل بيلا تآية تخر هون تاج الله تعدل لقى تاء إيش مخدات الله هن دلقى تيش ممتك ديال دعاء الله بقى تيش ولا حا تو یعنی اون جوعد انتها و نهتیش ولها الله آن صدق قدم ایشکه خودینی جوعد آخر تا. زنده بود دل قرض حسن خزد کی بر حلو تو اشمه. فیداعف له ادعافا شرطی میشه صدق قدم و ادعافا کثیرا صدق قدم شبه. و قال صلی الله علیه وسلم دل اشن الله علیه السلام حدیث دی زندو امام مسلم سه ما نقصت ما نقصت صدقة من مال ها دلدو ساع احنا قاعدين ساع دليها حديخن إيش مخبات صماخ اها حي صدق عدلجها يديخن صودو عش الدعاء حي ندعدلش دعانا إيش متجه الله يدعدلش دعانا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل أما بعد الله وهو القرآن جح خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها سورة توبة جحودان خذ حقيقتي لأحي محمد فرز دوشتو زكاة المال حقيقتي لأحي سمخك عبود شاقر يخت سمخك عبود غيل مسكش ناخن دعلو الأحيس من أموالهم صدقة إتي داخني ساحة إتي العبودة ساحة إلا فرز دين تدين لندوش داخني صدقة تطهرهم أي حياة إش تسألي لبقع قنوة إتي داخني تسألي دقع حارم لو إتي ليلنا أس داخني نقعها أس داخني حارم دو تشوخة تسألي دقع إتي تطهرهم وتزكيهم بها أنك تستزل بها يوم القيامة ديت مديرة أحدل دوش ساحة أس 50,000 лет, 50,000 сена, 50,000 лет от эмат дина, халатуеш вош дина, а индах хердон сах, ахдел до сах, хеджин хердон индах. Малах дал гергбал бадиду из эмат ди. И малах гергбал ча, хенж кех, хей кех бадиду из, кеме дидду из. От эмат дина, йом القиама, берзан лях бол наха, хербух ос дина. تدو يحدو خردوش عائشة قال يا رسول الله مو خردو يا رسول تدو يحدو خرد يا أخي يتردات يا عائشة قال بيمس قيمة دي قير مي دولش برزن ناخ قربات ناخ برز بالبقش وات قير ملخ وات قيمة دينها وات ساغوهم عند دي دقون بها بيمس صلى الله عليه وسلم ليل أشنا صلى الله عليه وسلم قال تسدير أنك تستزل بها يوم القيامة عند دي خردقون حساقون حتى يقضى بين الناس الله تانز دوني عوه تان غود وش الله تارتو اغناء حق حقيقة ساعة تان نيخ يخلو العين لو يخلو الأح تانز قصد ديش دو دو قس يتقيمة دينا 50,000 سنة لاتو يشولة 50,000 لت اوت دينا ها عندك هو حق ايو يقن عندك كلا لاتو حسانو حسادو يحو عندك وشا اشتا أنها وقاية لك من النار ساغ دقونا حق الحروق جوز تنخ إشت على ديل إشتنا حصولك على دعاء الملائكة لك ملائك شعون دعا دي دقون حساغ دقش ولا إشت
أن للجنة بابا للمتصدقين إيش الله ويجد ده إيش نوع سادق شملنا خلنا قسطن نعقيو يلس من جبالش سادق شملش نير نعقيو لنا إيش الله ويجد ده إيش نوع إنها سبب لإنفاق الله عليك حسادق شلي الله سعون صدق قد فرزق أن الصدقة من أعظم ما ينجي أجري دق أدم كل حر دق شلهم هدون ألشاه بالنا دنيا جوا آخر تا سعد الله قل قيما صلى الله عليه وسلم إشت زودرك الحرب أقشى أستنا كوش عاسبخة إشت قيمة دينها جرس الخ قيمة الزودرشك عليه الصلاة والسلام شريط إين دي متعت سهل شو تصدقنا إلا ساغن الله بالشامة شاشكال حرب الله بالشامة أنها متى اجتمعت مع صيام واتباع الجنازة وزيارة المريض إلا أوجبت لك الجنة نجح صن إساغ غوش قد خلاها مارخي بات اللي مارخ دوش تخيناها اللي مارخ دوش تخيناها يوغ تونغش سغن زيارتي حوغري يوغ ويل سغن دعوش اتسع داق لا تري حوالا عدق حسن ساغن ثاني تاق ابي ذاتي واجب خل حون يلس من جوهت يا حيلي قربو ادال شي تلي تسق حوال يلس من جوهت بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ويدوخ الله يقر ويخطن خيطة بويلة ويدوخ الله يقر ويوم مرخي بتها يلس من شدوغتي وي مرخي بتقابل ولا ويديوخ وي الله هجا سيلا حوج كل خيط موج الله هجا وين جشتر ويديش نانوش جشتر وبلشان جشتر سيلا كل خيط بل ويديوخ الله هجا وي الله رزق نجح وي صودو غيلا ويديوخ الله هجا وي كوميرشال جاح وي صودو غيلا وي الله هجا ديوخ تنخز ايش ثاني تنخز سيفاش ثاني سو وي يلس من الاهلنا فردوس الدولوي مسو قيمر صديق شهيد سقوي دول الله وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين أقم الصلاة آمين